90 سنة تشوفها تبقى مقدمة يعني حكم في هذا الأمر القوانين المستقرة تنطبق على كل ما نقوله الآن. بمعنى إنه لا يمكن أن نتحدث منفصلين عن ثورة يونيو وثورة 25 يناير واستحقاقات المستحضر فيها دون أن نتحدث عن استحقاقات المهنية والوطنية للمحامين. لأن المحامي عندما ندعم المحاماة فنحن ندعم سيادة القانون، نحن ندعم العدالة، نحن ندعم كفاءة حق الدفاع. وهي أصول دستورية ثابتة. بني لا يتجزأ من النسيج الدستوري اللي احنا كلنا وافقنا عليه في الدستور الذي تم الاستفتاء عليه والذي هو المسؤولية الرئيسية الذي رئيس قادم من أي حكومة أخرى. فالذي يتحدث عن دور المحامين في الشأن الوطني أقول له أن المحاماة الآن لابد أن تعلن مبادرات للشراكة الوطنية الحقيقية خلال الفترة القادمة. وأنا أقول أن هذه المبادرة ليست مبادرة عمل سياسي من قبل المحامين، وإنما مبادرة تحالف وطني من أجل أن نقدم للوطن استحقاقه القابل، استحقاقه البرلماني القابل طبقا للدستور وطبقا لما انتهت اليه شعارات الثوره في 30 يونيو وفي 25 يناير. انا اعلن الان امامكم نحن بنرتب التحالف وائتلاف وطني يجمع النقابات والاحزاب والتجمعات الوطنيه على قدر المساواه من اجل ترتيب برلمان قادم يعبر عن الامه كلها دون انحيازات سياسيه مسبقه ودون ايضا الوقوف على وظائف بعينها وقصد استحواذها. منذ ايام ناقشني رئيس اتحاد عمان ورئيس اتحاد الفلاحين ونقيب صحفيين وكثير من القوى الحزبيه من اجل ان نكون ائتلافا مدنيا دستوريا نخوض به معركه الانتخابات القادمه. نقدم ما لدينا افضل ما لدينا من المحامين للبرلمان، من الصحفيين للبرلمان، من العمال للبرلمان، من الفلاحين للبرلمان، من القوى الوطنيه للبرلمان دون اي انحياز سياسي ودون اي انتقاء سياسي. هذه المبادره الان نحن نفتحها ونعلن عن انها مفتوحه لكي ننضم اليها من يريد ملتزما فقط بالدستور الذي تم اقراره في 2014، الدستور الذي وضع استحقاقات لا يمكن لاي رئيس ان ينفذها بمفرده ولا يمكن لاي برلمان ان ينفذها بمفرده ولا يمكن لاي جهه او حزب او تيار ان ينفذ بتنفيذها. اقول هذا لاننا ضد ومن يمثله من هذا الائتلاف ضد تقسيم السلطه من الان. كبير جدا للمحاماه والمحامين والمجتمع في حاجه تدور المحامي كامل المحامي لانه هيقدم مسانده تشريعيه ومسانده قانونيه ورؤيه سياسيه، هيقدم حيويه، هيقدم تواصل مع المجتمع ومع المحامي اصلا عايش وسط الناس، يعني عايش وسط الاهالي ومشاكلهم وبالتالي هيبقى جسر حقيقي ينقل الاماني ويحافظ عليها ايضا ويسددها. احنا انا بدعو المحامين ان تكون على مستوى المسؤوليه خلال الفتره القادمه علشان يبقى الحضور ملحوظ في البرلمان القادم ان شاء الله.